موضوع يا جماعة تحكوا السابسين هاي الهمم العالية هم قصراء أما هما قصراء هتبقوا في قصده ويقانه إن قفكوا ومال فوق هكسده هكسي قصائنه يهي متسرية مركا هما قصراء أما هم قصراء قفك للدونيه إنه لي ماذا أي مارك محوها وكل سابسين موضوع هيك إن الله سبحانه وتعالى دت كهم يقول وخصيه أما وحيابها يعني ما رتي إن آت كأوليته إن أنت بدن إسكس عليا أو كوقنعة رب سبحانه وتعالى قرآن كيسا آد يادبو وعبيي إن هدد في رسيد رب وين سبحانه وتعالى كتاب كيسا وحقق قصودي رب بني إسرائيل إميليه إسدقان رب ما رتي محوى بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام يعني رب وين وحوله سبحانه وتعالى يعني مركي أي رهدين أنا جواحن مدوني إنه ملب كان يو مارت محوها هلب كان صلنا الدواني سماذا كإيمان يو وحن أباها النهاي مارت محوها بسل يو عدس يو وهكذا أمورته أنا عنه رب سبحانه وتعالى وحوكيري أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير نبي موسى عليه الصلاة والسلام أو غير ما رتم واحد كبد لنسان أتستبدلون الذي هو أدنى ما متك اللي تي بد كبد لنسان بالذي هو خير كي إذن ونكسنا مرك قفك نولشيسة يدقن كيسة إيو ما رتم حواها وحيابها وكدقنا إيو ما رتم حواها قف نولشيس بحيس يعني لايف كيس اللي يدقرية إن إن النقضان وحاد أوليته لما دونيو وإن يوهين وحصري رب سبحانه وتعالى سدوك المرافقين ده أيو كعي بيي مركي يقوليوه اسكفريستين وجهاتي كهرين ويرهدين مارت احنا ما بحينو وانتا اي دومانيان وحافظي كل دومانيان واي اسكن نقضين داد اسكن قولي جوغة رب وين وحولي سبحانه وتعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وحيكرر للنقضين إني النقضان كوا قوليوه اسكفريستين كوا كهر الجهاتي الدعوذي يا إلهي سبحانه وتعالى دين دي صلى الله عليه وسلم ما حكرنا الشمركة يعني وحكرنا شيء همي قاعد كأوليته وحكرنا شيء محي وضبع الله على قلوبهم إلهي سبحانه وتعالى وحيري قلبي وضب إلهي سبحانه وتعالى وحري وحخيره فهميان وحونا قصو قليه منا ما جرته سيادة لادة المركة رب سبحانه وتعالى وحونا قدونا يا إن دده مصر الآن نقنه وإن نكرها لنقنين وحيابها آياتك أوليته الله آياتك لو حكاك ورميا أوليها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض يعني ذلك إيمانك لقيها ليو ما حايا إذن قد عيوا مرك الذين يرهدوا صوبحا أو إلهي سبحانه وتعالى جدك أصوبحا أو جهاتك أصوبحا أو كالك لمد إلهي كريالا مرك الذين يرهدوا ما حايا قلوك السؤول لجيني سنبول لله سبحانه وتعالى ثقلتم في الأرض على إلى الأرض ألقي بدمارتي محوها بس كل جنسانه كود دبدعة يعني دبدعة يالا أما دب صعدة أيضا نقطتين بولي الله سبحانه وتعالى أرضيتم بالحياة الدنيا وكامرك وواحد قرر النقطتين نلشن الدون مياد رالي كل نقطتين يعني نولاتان إن دمارتي محوها دب وسن مارتي إن سوى قارن إن أد نلشا أوكلية كفكرتان واتكرر حيستان مياد قرر النقطتين بولي رب سبحانه وتعالى مركا نرشي بالعبرية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل مركا لكم بيرغريو لسببر ديغو نرشي الدنيا تن آخرو تن الدنيا هبيراتي وحي تهي مجرتو هبيراتي وحي تهي مجرتو لي الله سبحانه وتعالى مركا نرى الدنيا كرها لنقون لكن نرشي الرب سبحانه وتعالى اكتي سأد كهليسو تا رادن تيدويان مركا تاسا أهي مدى صاري لذلك مركا الله سبحانه وتعالى isagoo amaanaya dadka himadoodu ay aad ka u sarreyso ama hammigoodu aad ka u sarreeyo wuxuu leeyahay rabbi weyn subhanahu wa ta'ala yaani asagoo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam aridaasi qalbigiisa ku tasliya yaani in maareeyo muxuu aha ku sugaya inuu bal at least ka dab qaato dadkii ku horeeyay hata qaabkii u sabreen himadooda sarreysay ahayd oo uu soo dulqaatay diinta alle subhanahu wa ta'ala المارتي أنبياء إلهي سبحانه وتعالى قاركوت صلاة أوكيني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أدو القادة محمد صلى الله عليه وسلم
يعني قارتانك أتقارسه مالها أتك أسرية إن محي سيدي أود القاتين يعني أولو العزمي أولو العزمي رسوش أحا كواسين كويب أحايين نبي نوح عليه السلام نبي إبراهيم عليه السلام نبي موسى عليه السلام نبي عيسى عليه السلام إيه آخر الأنبياء أو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مركها فيرس وفيرس نبي نوح كسر باللغة يعني إن إلهي رأى الأهان شهيسة يحوي استاجدين تأين لكوريا له هبيني مالين بالدواقي أول دواقي كحديسي يوم مارت محو أقوم كيسي يعني سهو سئي سسرسة سكستو سمي مارت إلى رب سبحانه وتعالى إن يرميان كل قد وربي وهلاقي استجن إلهي أبد بعد سبحانه وتعالى مركز دلقات كيسي سقال بقول يكنت صناع يقاتي إنه مارت محو هو إلهي سبحانه وتعالى كريجيني إنه قد بيو وأنت أو كصبره نبي موسى يعني إبراهيم عليه السلام يعني دين عكست على قصور ري موجودة دقيقة دون كونا مارت النمرودها بسهر استاجي أو مر حجوين في رمضان يعني مارت دين عكست وكاني حتى أنا ربي سبحانه وتعالى سوى كحرا بوحص عقبضه وقصه قد بي دبا لغطوري وحكست على قصة من النبي إبراهيم عليه السلام إلهي نوحوت المامي إن إبراهيم كان أمه ومد قوني وتاغن كليس أيو أهاب ويري الله سبحانه وتعالى النبي موسى عليه السلام يعني دعوذة إيو إن هيكس جيدة إيو ماشي وإلهي سبحانه وتعالى إن يعني رهال أهشيهيسة وغسوا بحلها وحكود دالي وحكستا إن أو وقت جيساء وحكستا أو نفورنماء وحول بقسمي النبي موسى عليه السلام إلى مركز دنبي يعني عندي يرادر رميساء ولبحي بدي أي صور ريبتي أو أي هورين بدي كتاقنتهي قدال لمحي أي مارت محوا عيدة مدي فرعون وهو قاميني أي صور سعودان مركز أي رهدين كوحدي قوتي أي غوم كيسي إنا لمدركون خلاص باندو أنور رماتي وأنا لصوها علي وأنا لباب بإنيا لكن محويري كلا إن ربي معي سيهدين إن إن إلهي سبحانه وتعالى معي قاه أن ربي قلنا يا مارت محوها نهنونينية وإلهي بوضوذ النوفرية أول اللي ينمرك الدنباء يعني أسباب تال إمو وأشع بدا تابسي وكل فو سيل مارت محوها اللي وقود نبله ربي سبحانه وتعالى وقود نبالي كري وإن مارت ماشي ماري كري لكن إلهي وحر ربا مارت سبحانه وتعالى بابيس إلا قراعه قفك إنو لي ماذا نقاق يتلابه همي سر إنو لي ماذا إنه وحاس كديه إن مارت محوها إنه ليمد تيبون ليمد إلهنا سبحانه وتعالى وأفر بدي إن عيسى عليه السلام سكستا مارت محوها الله صور ذلك سوى لسكديه وحكستا الله سمعي موجودة حتى استخفاف صدين أو يرهدين إن إلها قال هذا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك سيام كوغرنا عيدنا كوغرنا قطو أنا قال عيد أنه ونا قطو إلهي سبحانه وتعالى حيروينا تي وانت سر رشين ونكلنا كجران إلهي نوبر سبحانه وتعالى هنوسود الجيه مرك إلهي كبر قيري مرك وحي أي بارت محوها كتر ترسيان إلهي مكبر سبحانه وتعالى ربنا وأسود الجيه ما إددي تي وحباي كميسا قادنين موجودة أو كميسا عبرا قادنين نبي عيسى عليه السلام رمين نبأ ولميسا إيمانين مرك الدنب وكقوستي أي وحير من أنصاري إلى الله إلهي سبحانه وتعالى يأي وقرقاري درتيسة إلهي سبحانه وتعالى كلمة سنة كريا يأي وقرقاري مركة كوح لبي طبان وحواريين قال الحواريون نحن أنصار الله أنا قاعد يا إلهي سبحانه وتعالى وقرقارين أي رهدين انت ساك صهرتي إيئير أو الرميسة نبي عيسى عليه السلام مركة والددا سأسوا مرين يعني همي قصر أولي مادين وإلهي سبحانه وتعالى يكرها لقلين أيين بل عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل موجودة قد القاضي معناه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سيقد القاتين أولو العزم يجي الرسل شاها أذيغنا كذلك مارت محوها قد القاضي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مقدمتهم بوها موجودة إن سيدة درادة مركة إخواني همي قصره إيه همدا السراء يهيج سج السراء ووح الله سبحانه وتعالى أماني ووح الله سبحانه وتعالى إلهي أولي ذي سكو أماني إن يهين رج
محوها فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين رب سبحانه وتعالى إنه جعلي هاي دتك مر والبوحة سريه كسدة طاهر لماذا كسدة موجدة إس ظاهرية إن إلهي بيوت يسبحه عمرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال إن رجال بكجرتة لا تلهيهم تجارة رجع يقع تتكاسي قريها إلهي سبحانه وتعالى المساجدة إيه صلاة إيسان أغتقين ورق إيسان صلاة أغتقين تجارة يبيع عن ذكر الله إلهي سبحانه وتعالى حسكيز وإقام الصلاة إلهي سبحانه وتعالى صلاة أغان وإيتاء الزكاة زكاة وإليه مادان إنت محيو سمينيان يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وحي كبقيان مال أي مارة محوها قلب يعني أرق إيوه قلب وقد قدومه يا عبس درتيد رفاد فربدا مال أجره ومالك قيامه وي مالك كاسر رب سبحانه وتعالى دونيا أكتي سينر هلا هشك هلا لذلك برك إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين ته كوغضي ماركتي أن ربي رال أهنشيه سدوني وكسوا بحي رومينتي الله سبحانه وتعالى دين تنا كتوسي همي قودنا أسرريي إنه هكسدان ميل سرريسه وإلهي جندي سيوح بلان قاضي إلهي هو أماني يعني رجال من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حبيرات دوحز بدله يعني كما إيسان إماني مركا ولا ليال ربي وين سبحانه وتعالى همذا عالق أقفك إنكو قول استدرتت وحويان إلهي سبحانه وتعالى وحو أمر المؤمنين ته يا إن التنافس مالها سرسرة إلهي سبحانه وتعالى أكتس قولها اللغة له مالها سرسرة سأقاران إن التنافس خيراتك أي كو تنافسان تنافس بحالي هذا ترتن إن كو ترتبان رب وحولي سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وترتمى إلهي سبحانه وتعالى الدم داف حق سكاء هذا وجنة عرضها السماوات والأرض يجنة بلر كذا إلهي سبحانه وتعالى بلر كذا وكذا السماوات كأرضه ودحيسة انت أنا سبيس وجدان موجودة وصمد أرض ودحيسة أي إلهي سبحانه وتعالى جنة بلر كذا وكذا يكبس يوينب يا لو دياري وعدة للمتقين كو إلهي سبحانه وتعالى كذا ورسدي أو هيك سيغا سر لا يميت هميغا سر لا يميت إهمدا سر أي إله سبحانه وتعالى سي آيات كلا حكولي رب سبحانه وتعالى وسابقوا إلى مغفرة أصو كلا أرضى وأصو ترتمى إلهي سبحانه وتعالى دم بداف كيسا هي وجنة عرضها كعرض السماء والأرض إيو جنة بلر كيذو أوليقي هاي سمد أي أرض أنت ونحيسا موجودة يا لو دياري أعدد للذين آمنوا بالله ورسوله يعني أعدد للذين آمنوا بالله ورسوله كو إلهي رسولك سرمي أي إلهي أدياري تاسين وديراتين ذلك فضل الله إلهي سبحانه وتعالى فضلك سوك سيوي فضلك سو يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلهي سبحانه وتعالى عدو دون أوسي فضلك إستغمرك waxaan laga hadlay walaalayaal oo quraanka u baraarujinayo oo nagu tartasiinayo waxa weeyaan inaan meel sare higsano jannadaas iyo firdowsa iyo maarata firdowsa al-a'la halkaas in la higsado ilaahi subhanahu wa ta'ala hana ugu guuleysiye maalmahan aan ku jirno ee 10ka u dambeeyay bisha ramadaanna wa maalmo aad iyo aad qaali u ah qofka muslimka ah maalmo la doonayo tartanka noocaas oo kale ah inuu laba jibaaro ama uu saddex jibaaro wey هذه تهاي صلاة هذه تهاي صدقة هذه تهاي إمارة محوها عباده يمكن نوعه ذكر الدوان الله إماره لذلك ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله إلهي وكما قال جل سبحانه وتعالى من العجز والكسل عاجزك إيو كسلك إيو وحسك إيو مالسك ففرقك إيو إمارة محوها دل أنت نبي عليه الصلاة والسلام أدبو إمارة محوها إلهي أغمى من قلج سبحانه وتعالى وحونا أصحابتي سكوية رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إلهي سبحانه وتعالى وحج عليه معالي الأمور أمورها كوة سرسرع الشرفت له والرب سبحانه وتعالى أجعليه
ويبغض إلهي سبحانه وتعالى أو يكره إلهي وحون عبيهي سفاسفها يعني أمورها يعني سفاسف الأمور وحهوسية والنفط لهين إنه قبك ملاس كفا فردية ودن الآن ومارت ملاس كمر مرأة وعمل الآية هاي ومارت محوها دوني آخر وحبوه بسن أوقف سنكرين أما وحبوه أوقف سن عاجز يوهس وكقوبتي أما وحهم بدن يفائده لهين دوني آخر وكداليه ربي ونعبه سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بأرنتاس نوشيغي مركا إن ملاها سنكا ورمو مركا جنوينك الله سبحانه وتعالى وحاوس الرية جنة الفردوس ربي ويني سبحانه وتعالى الجنة إن لو يديستو جنة الفردوس لو يديستو سبش اللي هبين ندن إن ما رتي طبعا كنتم بيش رمضان صوبناها صلى الله عليه وسلم حوليها إذا سألتم الله هديئات إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سنسان فاسألوه إلهي ويديست الفردوس فردوس ويديست فإنه أوسط الجنة يعني وجنة إلهي سبحانه وتعالى أوسط الجنة ويان وأعلى الجنة ويجنة أسر ريسا وفوقه يعني جنة سي وحكسر ريا عرش الرحمن الله الرحمن كأه عرش جيسا ومنه فردوس وحكس جنة الفردوس وحكس وفرعمه يعني تفجر أنهار الجنة جنة وبيده رن فردوس كيم هذا مركه داب وحويدي سن إنسان ميل صر إله وحويدي استا صومالين وحيت رياضه هداد وحويدي سن يسد وين وين بقى إله لو بريابي هذا بمعنى وام بحي يعني قفك إنه ما رت محوها وحوين أسوق عنقلان وحوين كوسوق عنقلة ما أنت أدري ذا لايف كاجا واتكش قيسا وإله إنه جنة كسيو قال أن شيء إلهي كسي سبحانه وتعالى تاسع نمذول على أن كده دالنا إنه هي مدين أتك أسر ريسو قفك وحلاقة يا با ويل باور كيسا إيه مدي سسرة إيه مدي سسرة إنه ملها قاركود قليه لكن تاسين وحويان وحوي مارت محوها إن محوها هل بعال ولا شيء ما يره ده وحفا إيدو على ده من جرتو هم يلا سردو قليه دين تحقلو موجودة إلهي سبحانه وتعالى هلا أن شيء تحقلو الدنيا دنا ميلها أسر ريا أو أشرف بدن أو ونقصن أيضا نستطلق على وحكا قبصه محايا الحديث كده عليه الصلاة والسلام أيا وحوها يعني احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وحكود ذا الشاء وحكو أنفعي موجد ده إلهنا سبحانه وتعالى تلصاره هنا عاجز بوينوي عليه الصلاة والسلام حديث كإستقاء أيا وحو تلمعوا يستطلق له همي قصره إيو مارة محوها والباور كقفك مسلم كألا دوني إنو كصوبحه إلهي أنا قال سبحانه وتعالى كو يعني مارت همي قود آد أسريو ضد يعني برارو سن الله أنا قال سبحانه وتعالى ضد أنت وضد قرنه الله أنا قال سبحانه وتعالى ضد حوية ضل كوذي يعني مارت كبدبادنية كإنقاذنية يعني هوسين تان يدل المدن يوحن كسوه فكذي الله أنا قال سبحانه وتعالى ضد ميرسره يكسني الله أنا قال سبحانه وتعالى ضد إلهي سبحانه وتعالى أعماش وأغبلي وأدوينا والشرف كسي الله نقدك سبحانه وتعالى قفكم مسلم كأول عليال موجودة يعني هي مدى وإن آد أسر يسوي قفكم مسلم كأول عليال يعني ما يقانه وحانا كل ذي إسليد ما يقانه تامر كان لي وحوي تدك قاركود با بيأدى أي كنو ليهين أما أي دقيهين درتاد بحوغاء السليدان تدك بيأة سرية مركي أركان كلر قفكا ايا وخا لغا يابا كلر كاغ مادام او كدوين يها كلرر كلي كلر كاغ درتيس ايا لغا يابا قفكا انو مارتي مخو اي سوليدو ميشا كاتيميد iyo luqada aad ku hadleyso iyo maartay mxu language barrier ku haysta ايا لغا يابا درتيد قفكا انو codad u gasho oo is yara leedo mowjada macnaha قفكا مسلم كا قفكا مسلم كا waxa soo dhan ma yaqaan islaam kuna dhaqan ka nooca soo kala ma yaqaan mowjada يعني الله سبحانه وتعالى أيوه ليه ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون يعني وحبيرة إسليدده يسمرجين يسعيل كامبين يو منا يعني قفك مسلم كأه يعني إلهي سبحانه وتعالى مين وأنتم الأعلون إذنك أيها كوى الشرف يعز يو مارت محوها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إلهي عز الشرف سكله إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين رسولك صلى الله عليه وسلم أي عزي الشرف يصرين إسكاله
muuminiinta ayaa sarreysa buu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. Marka adigu mahma aad haysato iimaan iyo tawxiid iyo maaragtay diin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu sharfay aad haysato oo rabbi ku siiyey subxaanahu wa tacaala, arrinkaa wax ka sarreeya ma lahan adaana u sarreeya mawjada. Lidaalika marka wax sarreeya iyo wax sharaf leh iyo higsigaaga hamigaaga ha noqdo mid aad iyo aad u sarreeya. Especial dhalinyaradeena waxa weeye maanta identity uu ka lumay, bimacnaa identity crisis wax liyada haysto, xaggana kuma jiraan oo maaragtay muxuu ah bay'adii iyo dadkay ka dhasheen. Xoogaa waxaad moodaa inay garanaysaa iska riixayaan, halkana ma aysan gaarin mawjada. Mujadda socodkiina waa ka tageen, socodki kalena maysan gaarin. Marka dhibkaa daraaddeed walaahow fara badan iyo dhibaatooyin fara badan ayaa markaasi soo wajahay. Marka waxaan dhihi lahaa sharaf iyo cizo iyo waxaad ku leedihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa, diinta aad ka dhalateen, dhaqanka aad leedihiin oo rabbi subxaanahu wa tacaala idin siiyey, kaasaa sharaf iyo wanaag ku leedihiin. Qofka muslimkana dhaqankiisu waa diinta islaamka weeyaan. Wax allaale iyo dhaqan kasta oo ka hor imaada diinta islaamka waa la tuuraya mawjada. Dhaqamadaadu waa in ay maaragtay ku baysgaraysan yihiin qaabka u dhaqmayso, qaabkii waxa weeyaan maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam u dhaqmay, diintuna ay utirikutiri maaragtay muxuu ahaa u dhaqan. Leanna rasuulka sal slam wuxuu yidhi innamaa bucistu liutamima makaarim alakhlaaq, aniga waxa uu la ii soo diray si aan u dhammaystiro maxay yacni dhaqanka sharafta leh ee sarreeya inaad dhammaystiro ayaa la ii soo diray buu nabiga calayhi salaatu wasalaam. Rabbi weyne subxaanahu wa tacaala hima sarreysa hana siiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu kulmiyo fii daari karaamatih fii jannaati alfirdaws alaclaa, ilaahay inuu nagu kulmiyo subxaanahu wa tacaala. jazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullah.